يا صباح الدنجله يا اندل. ايه ده مالك؟ في ايه؟ في ايه؟ الزعل والحزن. زعلان ليه يا عم الحزين؟ هو انا شويه يا سناء؟ لا طبعا، ده انت سيد الناس كلها. ولا سيد الناس ولا ابن خالت الناس. ايه اللي حصل؟ اللي حصل انا اروح اتقدم لابوك الجعر ده واطلب ايدك يوم يرفضني، يحطم قلبي، يصدم عاطفتي. عاطفتي؟ انت يا راجل اتجننت؟ انت رايح تقول لابويا عايز تتقدم لبنتي؟ يعني الراجل يقول لك ايه؟ مبروك الف مبروك وبنشتري الراجل؟ ليه؟ مصره برضه انك انت تجرحيني؟ ليه يا سناء؟ احنا مش كنا اتكلمنا مع بعض والدماغ لانت وكل حاجه كانت حلوه؟ ايه؟ في ايه اللي حصل يعني؟ انا مش فاهم. انت مفيش حد اتجوزك، انا ماليش نفس. ده كسر نفسك يا راجل، ده انت قد ابويا. لا يا عم، انت عارف تصلب طولك يا عم. خلينا في الشغل وخلاص. خلينا في الشغل وخلاص ليه يعني؟ ولا افكرك يعني؟ افكرك بهلول الله يرحمه، عبد العزيز رد السجون. لو تعرف انا كنت ناوي لك على ايه. انا كان نفسي اعملك برنسيسه. انا كنت نفسي اخليكي تبقي ملكه شارع عبد العزيز، زي الملكه اللي بيسموها دي كليوباترا. يا عم بلا كليوباترا بلا سوبر، خليك في نفسك والنبي. ما كان معاكي انس، رميتيه فين؟ في دواسه العربيه. براحتي ارميه في الدواسه، احطه تحت باطي، انا براحتي. الله. وبعدين بدل ما تيجي تقول لي تعالي ونتحد مع بعض ويبقى الاتحاد قوه، يا عم ده احنا اللي باقيين في الشارع. يا راجل ده هم رايحين وجايين، هيروحوا في 60 دقيقه ان شاء الله. احنا خلينا مع بعض. انت ما انتيش فاهمه اي حاجه، مش فاهمه حاجه. الاستيراد دلوقتي بقى بحساب، والجمارك بقت بحساب، واللي كان بقرش بقى ب10. يعني في ناس كمان منافسين في السوق، هنعمل معاهم ايه؟ ينزلونا تحت، ما ينفعش. وبعدين عبد العزيز ده اصلا دلوقتي ملوش ظهر، هنبقى شبهه بالظبط. وماله؟ ده بدل ما تيجي تقول لي نعس ونحط ايدينا على توكيل مباشر، ده احنا في شارع عبد العزيز، يعني الضغط عالي. والاتحاد قوي. الاتحاد ايه يا اختي؟ الاتحاد نزل درجه ثانيه، كل سنه وانت طيبه عقبال الاهلي. يا عم ارحمني من عدم التفاؤل بتاعك ده، احبطتني مش كده؟ الله. يا سناء احنا مسنودين على حيطه عاليه جدا، وانت عارفه نقصد ايه، بلاش تفسير. بيتهيألك هتتهد وهتطربق على الناس اللي زي اشكالك. لا دي خرسانه في الارض متهبته، ما تخافيش. طب كام ده يا كابتن؟ مش للبيع، ما بتبيعش، بتصدق. مش هيبدأ قاعد عليها؟ هي في غيرها في البقرة هتبيعها ونقعد على الأرض. ربنا يسوقك يا عبد العزيز، على تكون المصلحة قضيت يا رب. على الله تكون المصلحة قضيت يا رب. على الله تكون المصلحة قضيت يا رب. مصلحة إيه؟ بتسألني تقول لي مصلحة إيه؟ يا ابني أنتوا عندكم دم، أنتوا بتحسوا، أنتوا بتشوفوا قدامكم أنتوا. الراجل راح يجيب فلوس عشان يجيب بضاعة عشان يبني المحل ونبيع ونشتغل، وأنت تقول لي مصلحة إيه؟ انتوا عاملين زي الجراد اللي بياكل فقاده محلوله ولا حاسين باي حاجه. حرام عليكم بقى، انتوا نموذج حقيقي للصراصير اللي خرجت من البلاعه في وش المجتمع. ايه ده علينا؟ الكلام ده مباشر ولا نقل حي لينا احنا الاثنين؟ الكلام ده ما تقولوش لينا، تروح تقوله في الجزيره مباشر. هنا اعورك في وشك ولا يفرق معايا اي حد. بعدين احنا ايه مهم؟ مين المهمشين يا مين المهمشين؟ انت يرضيك البطوه اللي في ايد بكره بيرفعها عليا؟ طاير ديني طالما انت بتقلق. طب بس عبد العزيز جه وصل بس اهدى. الحمد لله بالسلامه. الله يسلمك. ايه الاخبار؟ سبعه ولا ضبع؟ لا 100 100 سبعه. اه
انا جبت الفلوس وخزنتها كمان. طب ما جبتهاش معاك ليه عشان نشتغل على طول؟ لا نشتغل على طول ايه؟ انت فاهم السوق محرق علينا على الاخر، احنا هنتقل شويه وبعدين نشوف كام تاجر كده يدينا من الباطن، وانت فاهم بقى الكاش ليه زهوته. طب ما نمشي زي ما بنمشي على طول نفتح حاجه ونبقى الباقي. يا عم ما ينفعش، بقول لك السوق قافل علينا. ليه ما ينفعش يا معلم زيزو؟ ليه؟ عشان الكاش هو اللي هينقذنا من الموضوع ده. احنا محتاجين ايه؟ انا بقول لك ليه؟ ما انا بفهم معاك. انا بقول انت فاهم حاجه؟ مفيش تاجر هيدينا بضاعه الا ما تكون فلوسها على كرتونتها. وبعدين انا متفائل، واحنا محتاجين ايه؟ محتاجين خميره عشان نخش بقى في مشروعنا الكبير. زيزو كله على الله. عم زيزو يا نهار ابيض. عم زيزو عم زيزو عم زيزو عم زيزو. بقول لك ايه؟ ايه؟ اهم حاجه بس عم زيزو يا ابن اسكت اسكت. طب انا كنت عايزك في عايز ايه؟ عايزك في لقطه على جنب. عايز ما احنا على جنب اهو. مفيش حد غريب. ايه؟ دلوقتي انا هقول ايه؟ خلص. طب ما تسمعني طيب. بسمعك. دلوقتي انا وانت سامعك اهو. انا وانت العين علينا. يعني انا وانت في سكه العشقين. يعني انا وانت خلطت حابي والحريم لا على بارد ولا على حامي. انا مش فاهم حاجه، انا مش فاهم حاجه من اللي انت بتقوله ده. طب انا بفهمك اهو. ما تخلص. دلوقتي البت سميره بنت شبرو الممدود اللي انا ماشي معاها وهتجوزها دي سرقت لباس من لباساتي وخدته. إيه؟ سرقت لباس من لباساتي وخدته وراحت تعمل لي بيه عبل. شافت مين عند الراجل اللي بيعمل العبل؟ مين؟ سلاعه بنت الحاج شرشابي. بتعمل ايه يعني؟ بتعمل ايه؟ قلت لي بتعمل ايه؟ رايحه تعمل لك انت عبل. تعمل لي انا؟ اي تعمل لك انت. وانت ايه اللي عرفك انها بتعمل لي عمل؟ بل بنت سميره لما خدت اللباس بتاعه وراحت بيه للراجل شافت سناء بتعمل لك انت عبل. انا مش فاهم حاجه. دلوقتي سناء بنت الشرشابي انا مش فاهم حاجه منك. انا بحكي لك اهو. فكنت دايما هنا في يوم ودخلت عليا سناء بنت الشرشابي في ساعه فجريه ومعاها ازايز كحه وقعدت تطلقها. ازايز ايه؟ ازايز دواء كحه وقعدت تطلقها وتقول يا ادم يا حواء اطلعوا بالداء. انا قمت ايه فطيت طيت ريحت في وشها. هو ايه اللي ودى البنت سميره هناك؟ سميره مين؟ سميرة بنت شبرو. ايه اللي وداها اصلا هناك؟ ما انا بقول لك سميرة سرقت اللباس من لباساتي وراحت تعمل لي عبل. هو كايه يعني؟ كقطر. كقطر كقطر. سميرة دلوقتي سناء بنت الحاج الشرشابي شربت لي بالدواء كحة ده وقالت لي ما تقولش لزيزو ان انا جيت اعمل له عبل. بصراحة انا اتسطلت عمل معايا دماغ، رحت قابب تاني في الكرتونة، بس انا حبيت اخلص ضميري ونيتي واقول لك وانت الله يكون في عونك. يعني ربنا يستر طريقك. بكرة يا باشا انت بتعمل ايه؟ اركن لي العربية دي. بس 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 يخرب بيتك هتبوظها. لا حول الله يا رب. يا ست الكل بقول لك اخرها كده. هو كل زبون جاي عشان في 20 30 جنيه في الحته؟ الحته ما فيهاش اكتر من 10 جنيه ياما. يا اخويا بيع بقى وخلي وشك سامح، ما انتوا كنتوا عاملين عليها عرض. العرض ده ياما كان الاسبوع اللي فات وخلص. خلص خلص. النبي لا تهدي نفسك لا يطق لك عرق. النبي عندك حق هيطق له عرق. ما تبيع لها يا عم عطيه، بيع لها خلينا نستفتح. حاضر يا ست سناء. ربنا يخليك يا معلمه يا عسل انت. تعيش سناء. نعم سناء. ايه ده؟ ايه ده؟ انت طلعت حقيقي مش تهيؤات؟ سناء انا ايه؟ انا عايز اعترف لك اعتراف. اعترف فضفض يا اخويا. تعالى انت لحقت. محرك. ما تتحركش اقعد اقعد، اصل ده كرسي الاعتراف. اقعد قول سناء. ايه؟ لا مش قادر ابص في عينيكي سناء. لا ليه يا اخويا؟ هو انا دايخ ولا ايه؟ اجيب لك يا اخويا ميه بسكر. لا انا عايز مانجا. هاتي عطيه اربعه مانجا بسرعه. اربعه مانجا بسرعه. حاضر حاضر. ايه؟ انا ليه ما نمتش من امبارح يا سناء؟ ليه بفكر فيك طول الوقت؟ ليه شريط ذكريات بيعدي من قدامي؟ سناء سناء سناء. بركاتك يا شيخ دردوش كمل يا اخويا. سناء انا مش عارف ايه اللي حصل لي، اتلخبط كده. بعدين اول ما شفتك حسيت ان انا متكهرب وجسمي مقشعر، وبعدين متلخبط كده وحاسس ان في كلام محشور في زوري مش عايز يطلع. بقول لك ايه؟ انا بقيت ست عمليه وقلبي جمد وقسي كده ونشف، وانا مش بتاعه الكلام ده. ابعد عني سناء ارجوك، انا عايزك تحترمي مشاعري. بقول لك ايه؟
هتقعد تقولي بحبك وما اقدرش اعيش من غيرك وهنتحر لو ما رجعتليش. انا ما بحبش اسمع الكلام ده وما بحبش الراجل الضعيف. وبعدين ما انت كان في ايدك الكنز الاستراتيجي ده كله وانت اللي ضيعته. سناء. ايه يا زيزو انا هنا؟ بس انا مش قادر ابص في عينيك. مش قادر ابص في عينيك. انت عارفه انت بالنسبه لي ايه؟ ايه يا زيزو؟ اختي. اه والله يا سناء واكتر من اختي كمان. اختي يا ابن عواطف. بقى بعد كل ده واختي يا ابن عواطف. عميت. انت زعلتي ولا ايه؟ زعلتي؟ بقى عمال تبرقلي ومشرنقلي وفي الاخر اختي؟ امشي اطلع بره كده يا سناء. ماشي. وانا اللي كنت مالي عليكي في حتتين بضاعه تفك زنقتي في السوق بدل الخنقه اللي انا فيها تعملي معايا كده؟ الله يسامحك. ده انت كنت الاكس وايف يا بت. بلا اكس بلا وايف. عمال اجيلك يمين وشمال طلعتلي في الاخر محمود ياسين من خيط الرفيع. امشي. ماشي يا سناء. اه على فكره عايز اقول لك. قول. انا عايزك لما تروحي بعد كده تعملي لي عمل يبقى خدي حاجه من قطر. ها خدي حاجه من ايه؟ من قطر. يخرب بيت امك. انت انا عارفه اجيبك بعمل ولا باي مصيبه. ما تجيبش المانجا. الف بركه يا ابو الكباتن. نورينا شباب. سلامه الله يقطع على مالك. معاك قشطه. صباح الفل يا معلمي. صباح الفل. صباح الجمال يا حاج. اقسم بالله منور مطرحك يا حاج. بنت سلام. نعم. تقل بينك وبين قنديل. ولا اي حاجه. شوف اشمعنى ده جاي يطلب ايدك مني؟ هيطلبها ليه؟ الا اذا كنت عطيان وريق حلو. انا ادي الراجل المعفن ده ريق حلو ليه؟ لا طبعا انا كل اللي بيني وبينه شغل. وبعدين ده قد ابويا. هي خلصت الرجاله من البلد؟ يا نهار اسود يا نهار اسود. يا حول الله يا رب. برضه قلت كده. قلت اتاكد منك. راجل لهطم جاي يطلب ايدك مني. شوف الجنان. وما بيت تطلعي فوق وانا استنى انديل الكلب ده. انا عملت ايه دلوقتي عشان اطلع فوق؟ انت كل شويه هتنزلي وتقولي اطلعي فوق وانزل تحت واطلعي فوق. زهقتني. نعم. اسمع كلام ابوك يا بت. اول ما اقول لك اطلعي فوق تقولي حاضر. يلا. حاضر. هطلع. لعلمك انا هقعد في الطراوه واستحمى واكل واكل بطيخ. بطيخ؟ واقعد انت بقى في الحر. بس اعمل حسابك نازله لك الصبح اجي اشوف اكل عيشي. ساتر. سلامة يا ست سناء. ماشي يا اخويا نازله لك الصبح. طيب تيجي بالسلامه. طب يا انديل الكلب اديني قاعد ومستنيك. انا اسف اتاخرت عليك شويه. ما هو برضه ما يصحش اسيب واحده حلوه زيك كده قاعده لوحدها. عيب. ما انت كان برضه قدامك 5 دقايق وتيجي ما تلاقينيش. لا مش عايزك تتعصبي عليا. اهدي شويه ما تخليش صدرك كنز. كنز؟ ايه يا ابني الالفاظ المنيله دي؟ وانت متربي فين؟ ومين قالك ان انا اتربيت اصلا؟ يا متر. متر. تشربي حاجه؟ لا لا حبيبي مش عايز اشرب حاجه. هات لها عصير تفاح. عصير تفاح. وهات لنا قهوه على الريحه. ما بحبش التفاح. هات لها 3 عصير تفاح. شكرا. تحت امرك. واو على الريحه. انا بص يا ستي كل سنه وانت طيبه. دي هديه بسيطه كده عشان عيد ميلادك. انت طيب بس كده كتير قوي. عم زكريا كان بيحتفل بيه واحنا في السجن كل سنه. ما كانش ينسى ابدا. انت تاني يا عبد العزيز. اسمعي بقى باين عليكي متدلعه وعايزه معامله تانيه خالص. الكلام اللي انا اقوله لك النهارده ده ما يصحش ان انا اقوله لانه سر. وانا وعدت عم زكريا انه يفضل سر. انا تعبت وبقيت متلخبطه ومش فاهمه حاجه. وهو تعب اكتر منك. الراجل ده ضحى بحاجات كتير قوي عشانك يا حنين. ضحى بوظيفته وعمره ومستقبله. اختار يموت عشان انت تعيش. قتلها ليه يا عبد العزيز؟ يتهيألي اي راجل في مكانه ممكن يعمل كده.
دخل على مراته لقاها بتخونه مع حد تاني، تفتكري ممكن يعمل ايه؟ ومع ذلك هو راح يعترف على نفسه من غير ما يعمل لها قضية زنا، مع انه كان يقدر. وكل ده عشان عنده بنت خايف عليها تشيل العار طول عمرها. انا اللي خليني اصلا اصدقك، مش فاهم. صدقي احساسك وامشي وراه. تفتكر واحد زي عم زكريا ده ممكن يقتل؟ ولو قتل يبقى ليه؟ مأمون عندك خالتك، اسأليها هي عارفة كل حاجة. انت كنت عايزاني اقولك ايه؟ امي خاينة ابوكي قاتل، هنتردي عليا ما تنفعش ان انت بتعملي ايه ده عشان خاطري لو سمحتي. انت واخدة حاجتك رايحة على فين؟ ما ينفعش. اوعي بقى هاني، هنتردي عليا بس كلميني. لا مش هتمشي من هنا، مش هتاخدي حاجتك. بس كفاية. انت عارفة انت ايه يا ماجدة؟ انت بني ادمة لا عندها قلب ولا رحمة ولا ضمير ولا انسانية. عايشتيني عمري ده كله في كدب عشان خاطر ايه؟ عشان انت تطلعي بطلة واختك شريفة؟ طب الراجل اترمى 15 سنة في السجن اللي ذنبه ايه؟ ما صعبش عليكي؟ انا ما صعبتش عليكي؟ يعني انا مش قادرة اصدق. انت ازاي تدي لنفسك الحق ان انت تتدخلي في مسار حياة بني ادمة بابوها؟ وجاي دلوقتي عايزة تكملي الكدبة؟ انت ايه يا شيخة؟ قلبك ده ايه؟ هنا في ايه؟ مفيش؟ انت جاية تحاكميني؟ تحاكميني انا؟ انتي مسألتيش نفسك انا ذنبي ايه؟ مسألتيش نفسك ايه ممكن يكون احساسي وانا لسه في اول حياتي اتلقى بنت يتيمة واتصدم في اعز الناس ليا اختي؟ ده انا بطلت احلم لنفسي، حطيت احلامي كلها فيكي انتي. ابوكي لو كانت سجن فهو اتسجن عشان قاتل، لكن انا اتسجنت بره السجن عشان انا راضية. قلت معلش. انتي لو تعرفي انتي ايه بالنسبه لي، كنتيش وقفتي قدامي دلوقتي عماله تزعقي وتشخطي كان انا السبب في كل اللي بيحصل لك ده. ايوه انتي المسؤوله، انتي يا ماجده المسؤوله. انا كرهت البيت ده وكرهت كل لحظه انا عشتها معاكي في الكدبه اللي انتي كدبتيها عليا. انا كرهتك انتي كمان يا ماجده. اوعي ما تنسنيش. الو ايه وين سرت؟ شو بعدك عم تسال وين؟ انا لي ساعه هون من اولها بلشنا هيك. لا ما بيصير. طب وين سرت هلا؟ انا على الكوبري. اوف قدمتك وقت يعني؟ يعني ساعه ونص كده بس كتير. يعني شو هيدا بدي سميه؟ تكبر ولا اهمال ولا شو بالضبط؟ لو اعرف البنت اللي هنا كنت بقيت هنا من امبارح. ازيك؟ ده سلام اهو. بوس. بنبوس ثلاثة. فين؟ احنا زي ما تقولي كده يعني بخله شويه في موضوع البوس. ان شاء الله ما تكونوا بخله بغير اشياء مثلا. زي ايه؟
لا يا سي. شوف انا ست عمليه وما بحب اللفوت دوران كتير، عشان هيك حكون صريحه. اه بقول لك اني معجبه فيك. عارف وانعجبت فيك اكتر لما عرفت عنك كل شيء. زي ايه؟ انك ذكي. وايه كمان؟ وطموح. وايه كمان؟ وعملي. وايه كمان؟ وكتير مهضوم. الله يحفظك. الله يصلح حالك، ربنا يكرمك. والله يعني عمليتك دي بقى تشجعني اسالك سؤال. اتفضل. هو ايه الموضوع؟ ما في موضوع. ما في موضوع. يعني انت جايبين هنا عشان نتعرف؟ ها شو بدك تشرب؟ تعزميني؟ ايه ليش لا؟ ما عندناش بنات تعزم، انا اللي هدفع. كتير بتعجبني هالعقد الشرقية مع انه عقلي بيرفضها. انا عايزك تقبليني بعقدي لو عايزانا يعني نبقى اصحاب. بصراحة ممكن انت ما بتعرف شي عني، بس انا واثقة بذكائك. انا عايزة نبقى اصحاب، عشان هيك حقدم لك هالليلة عربون الصداقة. عربون صداقة؟ طب وايه اللي زنقك؟ شو؟ ايه اللي زنقك؟ يعني هتستفيدي ايه؟ طالما ما رح اخسر شيء نكسب راجل زي ما بتقولوا. اه نكسب راجل. ما جاتش معايا دي. اسألك السؤال مرة كمان، هتستفيدي ايه؟ يا الله على هالمكر اللي بعيونك، شو بجنن؟ قلت لي شو حاستفيد؟ شغل، بزنس، توازنات، شو ما بدك. انا عندي مكتب كبير لتخليص الجمركة بمعظم الدول، دبي، بيروت، أنقرة، مراكش. ما بيعجبني ابدا هون البزنس، حاسه انك مظلوم كتير، ما بتستاهل هالقسوة. صعبت عليك يعني. شوف حبيبي، انا عارفه انك بحاجه لشغل وبتاع. انت مش صعبان علي، انا عارفه انك قوي، انا ست بحب القويه، وعندك حق انك ما توثق بحدا. عشان هيك اليوم قبل ما توصل على شارع عبد العزيز حيكون عندك البضاعه اللي بدك اياها، بتنقي شو ما بدك. بخصوص المصاري ما تعتل هم، انا عندي ثقه فيك. ايه بانها تفرج ولا ايه؟ مالك كده اهوت هيمنه وسرحانه على طول؟ اللي مضايقك تاخدي موزه؟ الواد ابن عواطف مش عايز يجي، اعمل ايه؟ يا بختك ويا حظك، على راي المثل جت الحزينه تفرح ما لقتلهاش مطرح. يكونش الراجل اللي اسمه دردور ده طلع على نطاقي الظهر كده؟ هو كله من مجايبك السودة. انت قاعده بتعملي ايه جنبي؟ انت مين؟ اطلعي بره. يا لهوي، هي على طول مظلمين عليا، كانت هي ولا ابوها. اطلعي بره، اطلعي بره، اطلعي ثانويه يا زين. انت بتقولي ايه يا وليه انت؟ بقول لك تاخدي موزه؟ امشي اطلعي بره، امشي اطلعي بره، هاتي موزه وامشي اطلعي بره. كله اجيبك ازاي يا ابن عواطف؟ اجيبك ازاي؟ يسعد. اه يا عبد العزيز. اه الوضع لسه واصله. ايوه هننزلها وهنوصل. خش 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 خش، هننزلها وهنوصل دلوقتي. ماشي ماشي، مش هنتأخر، ما تقلقش. أستك وارجع ورا. تعالى شبرو، تعالى يا بكر. بس. يلا نزل، وعايز يترص بره وجوه. مش عايز تأخير، عايزين نخلص بسرعة. إيه ده إيه ده؟ استنى يا عم أنت يا عم. أوف. إيه يا عم شعلان؟ إحنا أربعة أنت. إيه؟ عايزين إيه؟ إيه اللي عايزين إيه؟ مش هننزل معاك. سؤال واحد، أنت يعني على راسك دي ريشة؟ آه. خلاص يلا بينا. نزل معانا. يلا الله يبارك. يلا بلاقيش ولا قطن. خلص نزلني بص بره وجوه، خلينا نخلص. عينيا يا نجم. فك استنى. يسعى يسعى يسعى. كروك قابل من هناك. ثبت ظهرك. ايوه ثبت، حط ايدك دي كده على مهلك، على الاقل على مهلك بالراحه.
حمز ايوه اقفل الجدار ايوه احنا معاك اهو احنا معاك اهو امشي بالراحه بالراحه اهو اهو يلا على بالك على بالك بالراحه بالراحه اهو بتستغلوني يا انت اهو يلا يلا يا ابني منك ليه افتح معايا خش من جاي خش من جاي على يلا انا معاك اهو ايد بايد يلا خش كمان ارجع خش وارجع ورا انا شايف ايه يا معلم شايف اللي انا شايفه هنا 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 يا عبد العزيز عبد العزيز بص بص شايف البضاعه دي اللي نازله كده منين ده كله ده علم علمك يا معلم علم علمك لازم نعرف برضه الو يا انس ايه ده اللي بيحصل ايوه عبد العزيز نازل له تجاره ايه بضاعه خط شاحن كامل بحاله مرصرص فوق بعضه طب منين ايه انا اللي هقول لك منين امال انت بتعمل ايه انا سبيه لما بتسالني انا قلت لك انا سبيه قلت لك غير النضاره السلام عليكم اعرف انت بتقول ايه بتقول هنزل بص على الموضوع اللي احنا هنعمله شعلان معلم شعلان الله 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 بسم الله ما شاء الله مبروك عليكم والله مبروك عليكم كل بوصه فيه تعيشوا بها العمر كله اهلا 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 يا 300 مرحبا شيل ادي الفلوس لحاجه شكرا يا ابني شكرا شيل يا حاج طلع التلفزيون بره ماشي يا حاج الف الف مبروك عروسه الف مبروك يا جنت سناء عايز سناء بسم الله الرحمن الرحيم ايه اتخشبت كده ليه ولا اتخشبت ولا اتسمرت ولا في اي حاجه بس انا ما بحبش اشوف وحش كنت عايز اشوف سناء ما تشوفنيش مش كده مش هرد عليك على قد سنك يا عمو عمو عم الدبب لما تعميك انت راجل ناس ان انت اكبر مني بعشر سنين انا اكبر منك اي لا يا حبيبي القلب هو اللي شباب والستات كلها بتحبني وبتحبني وبتحب خفة دمي لكن انت خلاص هكعت وكبرت بتحب خفة دمك عشان انت عبيط ما تجيش المعرض ده تاني وانت كمان ما تجيش معرضي انا عمري جيت لك معرض يا خبيب انت كده كده دي اخره ليالي الخن الحلوه اللي بينا اخره الحب والبضاعه والمعلمه بضاعة. ماشي 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 روح ماشي روح روح والله انا هستحملك بس عشان حاجه واحده ايه خاطر سنوقه ينعل ابوك لابو سناء لابو المعارض لابو الخن لابو اللي جابوكوا كلفوا عايزين نوضب الرفوف دي عشان نرص على نظافه وانا مالي يا جدع انا يعني انت مالك يعني ما كلكم لازم تشتغل ايه الشغلانه دي السلام عليكم يا رجاله وعليكم السلام يا عزيز يا عالمي اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي حاجه كده اسمعوا بقى قول احنا عايزين نحط خطه شغل ما تخرش المايه اليومين الجايين البضاعه طالما ما نزلت تبقى خلاص هي هتكون رسبونها يا عم النبي ما تفتف اللي مالكش في الارض عليه ما تفتيش انا غلطان امال فين يا شبرو بطل كان هنا شبرو شبرو كان هنا دلوقتي شبرو ايه ده ايه ده ايه ده انت قاعد في الشغل بحرس البضاعة تحرس البضاعة؟ يا جدع عيب عيب اسمع يا إيه. إيه؟ عايزك بعد ما تفرش المعرض وظبطه انت وشعلان وشبر وبكر تمام عايزك تروح تفرش شوية بضاعة في معرض ميخائيل هناك عشان نسحب منها في قلب السوق تمام والباقي تخزنه قدام الورشة هتخزنه فين؟ قدام الورشة تمام بس البضاعة دي كتير انت معاك فلوس تغطيها؟ يا عمي انا واخدها بسعر حنين وبعدين حتى ندورها ايه ده؟ ايه ده؟ انت مالك انت يا عم قلتلك ما تفتيش يا عم ما تفتيش يا عم شعلان طب ما طالما واخدينها بسعر احنا اما نحرق يا عبد العزيز لا 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 معلش يا والنبي لا خلي الناس تاكل عيش يا عم اسمع يا معلم زيزو الراجل ده قوقازي يا ده انا عارفه كويس الراجل ده بيتكلم في شقاي الراحه هيودينا في 60 ده بتتكلم ليه؟ بتتكلم ليه؟ بص يا عيال عايزك تفكر في حاجات جديده كده مبتكره يعني مثلا الزبون رقم 100 ياخد حته بضاعه كده هديه الزبون اللي فاتورته تعدي 10,000 ادي له غساله هديه ثلاجه هديه كده يعني تمام حلو ده بقول لك يا معلم زيزو تاهت ولقيناها والصبح خير عندي هنعمل اقتراح هنا عبقري جدا مع كل غساله هديه مروحه مجانا وكده نحدد الناس انت كنت فين؟ التلاجه ارجع التلاجه تاني قاست الكل لا زي الفل اللهم صل على النبي البضاعه وصلت وتمام انا ان شاء الله بقى اشوف كده الحساب وبكره هنكيش
شو حياتي؟ ما تعد على مخض لي بدك يا وبتسدد لي بس تقدر. امتى حشوفك؟ ماشي حصل كله تمام. الخط ده ما حدش يعرف نمرته غير انا وانتي وانس. سيبيه يلعب زي ما هو عايز، المهم تاخد الفلوس من عبد العزيز وتديني خبر اما نشوف يا عبد العزيز. السلام عليكم. ازيك يا سي عبد العزيز؟ عامله ايه؟ بقول لك ايه يا اخويا؟ ثانيه واحده بس. ايه يا ابراهيم؟ عامل ايه يا ابراهيم؟ ازاي؟ والواد ياسين عامل ايه؟ طيب بقول لك النهارده عايزك تعدي على امك زكريا، سايب لك قرشين انت وياسين كده نفقه. اي خدمه عامه اهو. اخبار مشروعنا ايه؟ طيب لا 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 هنبدا خلاص ان شاء الله. يلا يلا سلام، مع السلامه. بقول لك يا سيدي ايه يا اما ايه؟ طيب جاي انا جاي. الواد نام نام. طب خليه صاحي انا جاي بعد شويه اقعد معاه. يا ستي هو ده وقت رغي يما، ده وقت رغي. طيب فيلي بقى وانا قاعده مع سنترال ولا ايه يا اخويا؟ سلام. بقول لك يا سي عبد العزيز. ثانية واحدة بس. يا عم مندور، ازيك يا عم مندور؟ وحشني يا ريس. الله يصلح حالك، الله يبارك لك. لا انا فرشت المعرض وكله تمام. طيب بقول لك عايزك تعدي عليا ان شاء الله اول الشهر عشان اظبطك بقى في الفلوس. لا 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 ازعل، انا ازعل؟ لا انا اللي ازعل. لا ما لا يصح، ما يصحش ليه يا جدع؟ ده احنا طب يعني انا مش وحشك انا؟ خلاص يبقى عدي عليا شوفني، عدي عليا شوفني بقى. ماشي يا عم. طيب اتفضل. يا ام سعيد بتعمل ايه يا ولادي؟ بتصلك يا دلعادي. الو سي عبد العزيز. ما انت خلاص من ساعه ما التلات عربيات النقل اللي محملين بضاعه نزلوا لك وانت اتنفخت علينا ونفشت ريشك. يا ساتر يا رب. يا ولادي انت قاعده نقرا كل حاجه في الشارع يا اخويا. ما دام ربنا فتحها عليك يبقى نفع واستنفع. فك بقى الحظر اللي انت فاتحه عليا ده. تعال يا ادم. يعني ايه؟ هاتي من الاخر. مش فاهمه يعني عايزه ايه؟ عايزك يا حبيبي تنزل لي بضاعه وتسمع كلامي ويبقى في كده بيزنس بيننا وبين بعض. بص يا ام سامي، انا ممكن اقف جنبك واديلك البضاعه اللي انت عايزاها بس توعديني مفيش بيع بالفايص. انا بقول لك اهو جرى ايه؟ كمان سعر. اسمعي أيوة. بس ايه؟ اشتري مني هديك سعر مش موجود في السوق. يا ربي فكري. هو اكل وبحلاقه يا سي زيزو؟ ما تيجي معايا انت في العدل يا حبيبي وتسمع كلامي. والنبي ده احنا هنعمل شغله حلوه قوي مع بعض يا اخويا. بس انت ايه لغيني كده وشوف انا هعمل معاك ايه. اسمعي بقى، انا قلت لك اللي عندي وفكري. افكر هبقى اتصل لك يا سي زيزو في التليفون. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه الوليه دي؟ ممثله دي ولا ايه؟ يا عم زكريا. ها يا حبيبي. اخبارك ايه؟ مية مية الحمد لله. عامل ايه يا عم زكريا؟ الحمد لله. هتصل بيك؟ لا خالص. حد زي مين يعني؟ يعني تليفونك مرن شده مست بتاع؟ لا 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 معايا التليفون يا عم. ماشي انا اروح اشق على الواد
هقعد معاه ساعتين زمن واجي. طيب ربنا يخليه لك وما تتحرجش مني. تأمرنيش بحاجة؟ الأمر لله ما أمرش عليه ظالم. هو تليفونك فين؟ ما هو يا عم شايله معايا اهو. معاه؟ مش يمكن تكون مش شايفه؟ لا شايفه. فايبريشن ولا عامله عادي؟ لا رنة. رنة؟ اه. طب والنبي حطه قدامك هنا. مفيش حاجة. على أساس إيه؟ عشان لو رن تشوفه. يعني لو رن مش هسمعه؟ معلش حطه بس كده عشان ممكن يجي لنا تليفون شغل بتاع. حاضر. محدش اتصل؟ لا محدش اتصل. طيب. لو حد اتصل أقول له حاجة؟ لا ما بص. أيوه. أهو. مية مية. ماشي. ما تقلقش. بس حاجة؟ شكرا. ألو. ألو. أيوه. بقول لك. أيوه. هتصل؟ لا ده أنا بجرب بس بشوف رد. طيب ماشي. سلام. ماشي. حد مين اللي عايزه يتصل؟ الواد جاب بضاعة وغرق بيها البقرة يا فندم. يعني عرف يملص منك والبضاعة دي ما تعرفش مين اللي منزلها له؟ الحقيقة لا لسه، بس أنا مش هسكت إلا ما أعرف مين اللي جاب له البضاعة. أنت لسه هتعرف؟ أنت المفروض تجيلي ومعلوماتك كاملة. أيوة يا فندم بس طريقة شغلك خلاص ما بقتش تعجبني. أيوة أنت على طول واقع وعلى طول معلوماتك ناقصة. أنا آسف يا دكتور. تنزل دلوقتي تعرف لي الواد ده جاب البضاعة منين؟ وإزاي واقف في الشارع يتحدانا؟ حاضر يا فندم، حاضر. يلا اتفضل يا فندم. طيب يا عبد العزيز، طيب.